صور لي بغا شي حاجه يجي كتب لي ما داخلاش سميت وكاينه القضيه ميال لا لا كاين حتى الجديد راه كاين كاين الجديد هنا الثمن شحال؟ الثمن 150 هنا الثمن هو 150 درهم مزون ولا 3 شهور عندك مزون شي حاجه اللي بغا يجي عندنا حتى للدار ماشي شهر مزون راه عندك 3 شهور هما اللي بقا جواني شي الف على ما اخرين ألف الثمن هو 150 200 درهم تخلي النمرة ياك يا أخي 200 درهم تخلي النمرة ما عطاوش النمرة دينا بحالهم تا هو ديال البلاد بارك صفر ستة هاك خويا النمرة النمرة هي صفر ستة صفر ربعة 43 80 94 دابا شي حاجه النمره الله يسخر الجامع هذا قلتي بوحدو هذا ميشين ياك هذا علاش دابا ميشين بارفا ديالك راه كيداوي تما اجي تسمع واش هذا كيداوي هنا هو داوي تما اسمع داوي تما هو داوي شحال عنده هذا؟ عنده 90 90 الله يرحمه ميسو ياك ميسو الثمن ديالو شحال هذا؟ الثمن شحال؟ الثمن ديالو هو 2500 والله يوريك هذا مشروب ب 4000 درهم اللهم بارك طول يا تبارك الله مازال الدوام ان شاء الله خلينا النمرة صفر ستة 64 46 64 15 مازال يدوي ان شاء الله ونجيو نديرو له شي فيديو دابا شي حاجه سي الله ما يسر الله يهديك نشوفو الكسوة هنا سي الله كامل نشوفو خليها كاع هكا بلا ما اللهم بارك هذا قلنا عنده 3 سنين دابا يدوي يدوي عريان ياك على قبل البرد على حساب البرد ماشي مشكل خليك باغي يدوي Thank you.
بالنسبه لهذا اخي قلت شي ما عرفتي واش تكاي ولا نتي واه كتب عليك هو راه مكلم داو ولد ديال هذا العام يعني هو ما بينش واش شفت لي عاوتاني واحد الى طلع عليه طلع عليه الكار الله يربح طلع عليه متوا حنا قلنا ليه اش كاين هو بالنسبه للسياره اش كيبان فيها السياره باطالت دابا حين كاين الاولاد كاين اللي كيتعطل ما بينش لك ما يبينش في هذيك الساعه حتى كيضرب البال الاخرى عاد كيجيبها يعني هو دابا مشكوك فيه مشكوك فيه دابا اش خاني النمره اللي بغا شي واحد ماشي مشكوك اه سي برسا 60 45 79 05 يعني هذا هذا راه مزيان لا تكرر نشوى ما معروفش واش تكرر نشوى يعني خاصو شي يكمل البدا نبيعو بالصفا نجيك صراحه انا كنربي البدا ديما كنشوف تولى عندك ربي سبحانه راه قالها وما اوتيتم من العلم الا قليلا باش نجي بنادم نقول له لا ذكر نبقاو مزيانين مع الله والناس سلام ويسر اخوان احنا مع الاخ عمر نتمنوا من الخوت كاع يدعيو مع الام ديالو توفات لي مسكينه هاد السيمانه هادي بارك في راسك اخويا عمر الله يحفظك نتمناك وتطير من الماكله ونجي عندك واش عنده هذا هو ديال العام اللي فات صافي بعد من شويه باش نطيروا يبان لك في الكادر مزيان فهمتي ما يخرجش لك من الكادر اللهم بارك هذا راه هو ديال السيمانه اللي فاتت قلنا تقريبا عنده شي 3 شهور وشي حاجه ياك الله يحفظك هذا عنده شي 3 شهور و شهر 10 من شهر 10 تقول قريبه 4 دابا قريبه 4 شهور الثمن ديالو قلنا هو 700 درهم لا قيمة تبدلش باغي الثمن هو الثمن كاين طويراج اخرين هنايا هنا 350 ياك اييه هنا راه 350 وكاين شي قرايه واقيلا النمره 16 باقي عاقل ياك هذا 500 هذا 500 درهم وهنايا راه بالنسبه لهاد السياله هذا راه سياله الثمن ديالو هو 1200 ياك جاو طيوات راه السياله بيضاء الثمن ديالو 1200 هادشي اللي كاين اللهم بارك وهنا كاين تشاو تشاو شحال الثمن ديالو؟ كاينه مولات 150 درهم وكاينه 80 درهم من 80 درهم حتى 150 درهم على حساب القدوميه ها وكاينه اللي محمره في القفز وكاينه عندها عام ونص جدرات وكاينه اللي عندها شهر من شهر 10 بحال هاد يعني الكبيره فيهم عندها عام ونص بالنسبه للحداد هو 3 سنين هذا 3 سنين الثمن ديالو شحال؟ 600 درهم 600 درهم بالنسبه للنيسو 1200 عنده 5 شهور 1200 عنده 5 شهور ودانية شحال من نمرة اخويا عمر؟ 06 67 81 47 07 واشي حاجة النمرة الله يسخر الجميع هذا راه تخير تبارك الله هذا تقريبا شحال عنده اخويا رشيد؟ عنده 4 شهور 3 شهور ونص 4 شهور حتى 4 شهور ونص لا لا يكون 4 شهور ونص وما يزيد هذا 4 شهور ونص وما يزيد الثمن ديالو شحال؟ طوير زوين وادي نتيوا اش مينا ديالهم شحال هنا 150 درهم صديقي هذا 150 ونتيوا نتيوا 50 درهم حتى هي ضربه 3 شهور 4 شهور نتيوا 50 درهم تمام راه هادي ياك خلينا النمرة خويا رشيد خلينا النمرة رشيد خويا 0017 04 62 34 مرحبا بقناة ديال السي يوسف مرحبا بالمتتبعين ديال السي يوسف داخل المغرب وخارج المغرب مشكور السي يوسف على المجهود اللي كيبذل معنا في السوق حتى هو راه كيجي كيبذل واحد المجهود كيجي هو في الصباح باش يصور كاين هذا ولد العش ياك شمن حفاضة الودانية الثمن ديالو شحال هذا؟ 300 درهم الثمن ديالو هو 300 راه فيه جوج بيكان بالنسبة للرقم قلت ما تخلينا النمرة لا والو ياك؟ خلينا النمرة 06
32 87 05 04 اللهم يسر. الثمن قلت لنا الثمن شحال؟ 305. الثمن ديال هو 305 اللهم يسر. خرج من الراس عامين وي كتفر الراس غادي نتيون فرخرج من الراس. اصلها شنو غادي الاصل ديالها جدره؟ اصلها جدره يعني جدره سنين. يعني جدره تقدر تخدم؟ تقدر تخدم. فرخ عامين تابع فرخ عامين. واش مكبره الاولاد؟ نيش مكبره الوليدات مبارك نمشي للبيع قلت لي غادي يلاه خدينا وانا نتشارك مع السي يوسف ولا عاد انا ومع الله يهديك. نتشاركوا مع السي يوسف الاولى ديالنا وراه تبارك الله كيوصلوا لينا معلومات زوينه الله يسهل عليك. الله يهديك. قلت انا والله حتى متبعك ماشي كنقول فيها قدام كاميرا ولا والله حتى كندخل كنتفرج في القناه ديالك. توصل لينا اثمنه وداك الشيء بمصداقيه الله يسهل عليك. الله يهديك. بالنسبه فكرنا بالقناه راه كاس رصيد اش ام دي فلوغ سير اللهم يسر. نتمنى من الخوت انهم يزوروا قناه قناه في اليتم والساوى ان شاء الله كنخدموا هذا العام تزاوج الاقفاص ديال طاهر الحسون وكنخدموا حتى الهجين الله يوفق علينا والله يسهل اي واحد يبغي يدير شي حاجه. الله يحفظك سير اللهم يسر. الله يحفظك. اللهم بارك عشاق الاقفاص تبارك الله. هذا راه كبير. الثمن ديالو شحال؟ الثمن شحال؟ الثمن ديالو هو 200 درهم راه كبير تبارك الله. شحال النمره؟ صفر ستة ثلاثة وستين عشرة سبعة وخمسين صفر تسعة اللي بغا شي حاجة من النمرة راه تبارك الله راه فيز كبير بارك. هذا دابا هاد القفص شمن عود هذا؟ والله ما خدمتش ما عرفتيش واحد ميزتو انايا حيدت لي هاد القفص صغير وخديت ليه قفص اخر بحال هذا ولكن كبر منه كبر منه راه تبارك الله راه فيز زوين. الثمن ديالو شحال كيبقى هذا؟ 80 درهم. 80 درهم يعني هو اللي عندك ولا من ناخذ النمره ياك؟ لا هو اللي عنده. هو اللي عنده؟ لا هو اللي عنده. بالنسبه باش توصل الفكره ديال الاثمنه هذا راه 80 درهم. الله يسخر. الله يحفظك. كوره تبارك الله. هنا شحال قلنا 120 ياك؟ 120 درهم. راه باقيين 120 وانت هو شحال؟ 30 درهم. هنا نتشاو 30 درهم الكرة 120 درهم تعاملت معه هو الكرة 120 درهم عليكم الشباب يتجاوز مع الكنار يتكلم يسمع كلشي كيهز على الله هذوك راه زبط حتى المراه خويا دابا 16
تمن ديالو شحال؟ 1000 درهم. تمن ديالو هو 1000 درهم. عندك شي واحدين اخرين ياك؟ كاين كلام. كاين واحد عنده عيش تبارك الله تبارك الله. مرحبا عطيني النمرة. عطيني النمرة. 06 14 21 44 83 هاد النمرة فيها الواتساب ياك؟ سير اللهم يسير. هاد الوليدة ديال نيسا ولكن مشكوكين قلتوا هادي. واحدة قلت شي نشيوة. واحد مشكوك هادو الثمن ديالهم شحال؟ هادو ديال واحد السيد الشوليف شحال شحال باغي واحد السيد الشوليف ماشي اللي بيع هادو واش باغي تبيعهم ليه ولا؟ لا عطيتهم ليه عطيتهم ليه سير اللهم يسير ما كاينش شي وليدات كورة لا كاينش شي كورة اللي بيع يكونوا راه غيبداو يوجدوا دابا هادي وقيتهم هما فوق كاين دابا اللي مفرخين اغلبية دابا لا عندك انت واش عندك شي كورة؟ لا والو والو سير اللهم يسير شوش هو الطير اللي داير معايا الخيمه ولدي الطير ياه اللي بيه ولدي ومع طير الروايه الطير هذا انباري ولا شيء لا الطير سرقه كيف راه تصف هي تستحق هو بالنسبه للخدمه هو البلاصه حتى الطير باقي ما مكملش عام كيعيش وهذيك القباحه ديالو كامل راه الهي الطير يبرد يبان لك صبان كلام يبدا يدقدق بالنسبه للكلام كيدير ولكن واش معاك انت شفت واحد الكوبيه مالك هي وخازنها ولكن ما خرجهاش باقي خازنها كيخرج كيبداها ويخزنها يبدا عليك بحق هذا اللي كيف شحال عندي دابا عندي خويا شي 11 صار شي حاجه قول قريب نكمل قريب نكمل الاخر ديال القراوه اخويا واحد العشيش في الاخر ديال القراوه ديال العام وهذا الثمن ديالو شحال؟ هذاك اخويا كيقول مولاه تسعمية يقول تسعمية بالنسبة لهذا قال لك مولاه راه اللي بغى يخدم يعني الكلام راه ما جابش الكلام تخلي النمر ايه شدك ما شدكش شدك ولا ما شدكش ها صفر 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 سي 13 هذا هو العش ياك هو العش اللهم يسير هذا هو خرج بالبوش باللغه العربيه فرونسي شنو هذا؟ خدام ودريس اش قلت لي سميتو فرونسي؟ غريف موجيسيان غريف موجيسيان الثمن ديالو شحال هذا؟ هذا خويا 500 بقفزه 500 بقفزه مغارك تخلينا النمره اخويا ادريس ولا اللي 07 09 08 48 10 قناه ادريس الطيور عنده قناه في المستوى اللهم بارك